السلام عليكم زوار موقع نادور بريس، مرحبا بكم معنا اليوم. السؤال ديال الحلقه غيكون هو اشنو الراي ديالك في المساواه بين الرجل والمراه؟ الا بغيتوا تعرفوا الاراء ديال المواطنين تابعوا معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم كريم. رجاء. رجاء، عندنا واحد التساؤل اليوم حول الراي ديالك في المساواه بين الرجل والمراه. احنا في واحد زعما واحد الوقيته اللي المساواه الحمد لله تحققت بين الرجل والمراه، ولينا كنلاحظوا بان المراه ولات خدامه شاده المناصب اللي كانوا كيحتكروها غير الرجال. دابا وصلنا لواحد المرحله اللي يعني ما بقاتش طابو، يعني المساواه كاينه ومتحقق الحمد لله. الراي ديالي في المساواه المراه امر ضروري خاصو يكون، وبدينا نشاهدوه يتحقق على ارض الواقع. بدينا نشوفوا مراه كتعين وزيره، بدينا نشوفوا نسبه كبيره ديال النساء ولاو وصلوا للبرلمان، ولينا نشوفوا انه مراه ولات مديره شركه، ولينا نشوفوا مراه تكش دي بوست كبار في الدوله، وهذا مزيان وهذا يعاون المراه في تحقيق المناصفه والمساواه. وانت واش تقبل المراه ديالك تخرج تخدم؟ ممكن اللي كانت مهنه شريفه داك الشيء ممكن نقبلها تخدم، ماشي مشكل عندي. اشنو الراي ديالك في المساواه بين الرجل والمراه؟ هو المساواه اصلا يعني كاينه مساواه، يعني في هذا الوقت دابا المراه كتسوق طوموبيل، يعني حتى الراجل كيسوق طوموبيل، يعني اللي كيديروا الراجل في هذا الوقت هذا كديروا حتى المراه، يعني حنا متساويين بزاف، يعني ما كاينش دابا فرق ما بين الرجل والمراه. وراه دابا ولا حتى الرجال كيلبسوا وجه العيالات. السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم الكريم. سيمو. سيمو، شنو الراي ديالك في المساواه بين الرجل والمراه؟ يعني المراه هي اللي عندها الحق في صراحه، حيت الراجل محقور في هذا الوقت. بحالاش محقور الراجل؟ محقور بزاف د الحوايج، المراه هي اللي كتحكم، هي اللي دايره خاتم الصباح، يعني هادشي ما يمكنش، خص يعطيو الحق للرجال، خص الرجال يعطيوهم الحق. كاينه ولا لا؟ كاينه كاين. زيد كاين شي حاجه اخرى؟ انت تبغي المراه ديالك مستقبلا تخرج تخدم؟ نبغيها، ولكن انا مازال ما مزوجش، حتى نتزوج عاد نبغيها، فهمتي؟ واه مستقبلا. مستقبل ضروري ان شاء الله، علاش لا؟ شكرا سي محمد. شكرا. الاسم كريم. كريمه اشاشوع. كريمه، غتشاركي معنا في واحد التساؤل اليوم، هو شنو الراي ديالك في المساواه ما بين الرجل والمراه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المساواة واحد الحاجة اللي هي مزيانة في الحقيقة، أنا مع المساواة بالنسبة للرجل والمرأة في جميع الحقوق والواجبات، ولما لا؟ المرأة الآن أصبحت واحد العنصر اللي هو فعال في المجتمع، بحالها بحال الرجل كتمتع مجموعة من الحقوق اللي عطاولهم لها الشرع قبل القانون. إذا متساوية مع الرجل في العمل، متساوية مع الرجل في داخل المنزل وخارج المنزل، كتعمل كتولج مجموعة من الوظائف، منها القضاء، منها المحاماة، منها يعني مناصب في الحكومة. أصبحت المرأة حتى هي عندها القرار ديالها، القرار عندها يعني في مركز القرار اللي بغيت نقول، وكذلك استقلال عندها مادي ديالها بحال الرجل. إذا المرأة الآن في الحقيقة وصلت لواحد المرتبة كنظن متساوية إلى حد ما مع الرجل، خصنا مازال شوية من الحقوق، ولكن الحمد لله إلى حد الآن راها غادية مزيان مع الرجل، راهم مزيانين. شكرا. السلام ورحمة الله وبركاته. تشرفنا بالاسم ديالك. محمد بلال، أستاذ مادة التربية الإسلامية. الأستاذ محمد بلال، التساؤل ديالنا اليوم حول شنو الرأي ديالك في المساواة ما بين الرجل والمرأة؟ بالنسبة للمساواة بين الرجل والمرأة، باعتباري أولا أنا مسلم، لابد أن ننطلق من النظرة الإسلامية إلى الجنسين. الله سبحانه وتعالى خلق الذكر والأنثى ثم ميز بينهما تمييز يسمى تمييزا عادلا. إذا جئنا إلى مصطلح المساواة، هذا مصطلح فيه ما فيه، لأن فيه ألغام كثيرة جدا، لأن مصطلح المساواة يقتضي التساوي بين الخير والشر، يقتضي التساوي بين الظلام والنور، يقتضي التساوي بين الظل والحرور. أما مصطلح العدل فهو يقتضي أن نعطي لكل حق حقه، فالرجل له حق في الإسلام والمرأة لها حق في الإسلام. تبقى قضية الأفضلية. الأفضلية يحددها مسألة التقوى، الخوف من الله سبحانه وتعالى في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لم يقل إن أكرمكم عند الله ذكوركم، ولم يقل إن أكرمكم عند الله أنثاكم.
فالإسلام جاء بمصطلح العدل، فتعطى المرأة حقها ويعطى الرجل حقه، والأفضل عند الله سبحانه وتعالى الذي يخاف الله سبحانه وتعالى فيهما. أما المساواة فإنها تحفظ على هذا المصطلح تحفظا تاما باعتباري مسلما وباعتبار كذلك الدولة، الحمد لله مسلمات تحت إمارة أمير المؤمنين حفظ الله ورعاه. أشنو الرأي ديالك في المساواة بين الرجل والمرأة؟ أنا ماشي معهم أختي الصراحة، يعني بالنسبة لي أنا المرأة يعني ماشي في المستوى ديال الرجل، يعني المرأة عندها الحق ديالها ولكن خص ما تكونش بينها وبين الرجل في شي حوايج، فهمتيني؟ يعني احنا عندنا في هذا يعني الوقت حنا الشباب هذا الشيء اللي خلانا باش ما نتزوجوش، حيت كنخافوا بزاف من هذا الشيء، حيت صعيب يعني تلقى شي وحده دابا اللي غتلقاها غتقول لك راه انا عندي الحقوق وعندي هكا وعندي هكا وعندي هكا، وحنا كنخافوا بزاف من هذا الشيء، وخصوصا احنا عندنا في الناظور دابا المراه كلمه جوج تهضر معاها غتطلب لك الطلاق ولا شي حاجه، حيت كتقول لك حتى انا عندي حق في هذا الشيء، ولكن انا ما عنديش ما نكذبش عليك انا ضد هذا الشيء. المساواة جا في مغاث وايز رخو من دمغا، يعني غايز غاس الحق غادي يحكم مخ في مغاث ديش المسائل، وذيني في مغاث غاس يعني من دمغا يعني المسائل النس يعني ودي تجيبو ذي ثدا ثطس يعني توارد، وخاصي يعني وخاصي يحكم شاش ندقن حوايج الطغيمة ذي هدا ثواها يعني في مغاث الصف غات السارة تدي حنجان توارد، ورخو في مغاث غاس الحق ورنت غاس الحق وطغيمة وبدي هدا ثفارتي ويا يزع الثاني خصك انت خاص يد المغابه ديال يد ديالك في مغاث الناس غادي تصفوا غكيس يعني تصل المسائل. الاسم الكريم لميا. لميا شنو الراي ديالك في المساواه بين الرجل والمراه؟ المساواه خصها تكون وانما في حدود، ما خصش المراه تتجاوز الحدود ديالها في الحريه ديالها، وفي نفس الوقت الرجل يحترم الحريه ديال المراه في نطاق كل حاجه بمساواه ديالها، ما خصش المراه تتجاوز الحدود ديالها. المرأة المطاع ديالها أنا بالنسبة لي اللي تكون في دارها بالاحترام بكل شي ديالها، والرجل يحترمها، هادشي اللي كاين.